في هذه الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، حيث استقبل المطار اليوم الطائرة الإغاثية السعودية 25 على متنها مساعدات إنسانية وسيارتا إسعاف. وأكد الهلال الأحمر المصري أن إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي بلغت 290 طائرة على متنها نحو 8000 طن من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة وسيارات إسعاف ومحطات تحلية مياه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كما نتابع كريم، هناك استمرار في المساعدات الدولية سواء من الدول الصديقة والدول الشقيقة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية لوصول أو لإيصال هذه المساعدات إلى أشقائنا في غزة. هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات لديك؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما بالفعل الأرقام المذكورة منذ قليل من خلالكم لا تختلف كثيرا عن هذه الأثناء، فهذه الأرقام بالفعل وصلت منذ ساعة تقريبا 75 شاحنة إلى قطاع غزة. دخول هذه الشاحنات بعد توقف كبير وتكدس في الناحية الفلسطينية، تحدثتم عن تجهيز 200 شاحنة، بالطبع كانت مصر تجهز يوميا ما بين 100 إلى 200 شاحنة من أجل إدخالهم إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما كانت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات وما يقلل الأعداد التي تدخل إلى الناحية الأخرى، و75 شاحنة دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة. ولكن يعني الأنباء الآن تتحدث عن محاولات لزيادة هذه الأعداد، هناك اتفاقات تلوح في الأفق ولكن غير متفق عليها رسميا حتى الآن، عن محاولة فتح معبر كرم أبو سالم لمساعدة أيضا دخول أكبر عدد من الشاحنات، ولكن ربما الأنباء تتحدث ليس فقط عن دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، ولكن تفتيش الشاحنات عن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر الذي كان من قبل يدخل من خلاله إلى قطاع غزة قوة تقريبا 500 شاحنة يوميا محملة بها المساعدات المختلفة. الأنباء الآن تتحدث عن دخول تفتيش، محاولة لتفتيش 100 شاحنة عند كرم أبو سالم و100 شاحنة عند نتسانيا، مما يساعد أيضا على زيادة عدد دخول الشاحنات بأسرع وقت، ولكن كلهم في الآخر يدخلون عبر معبر رفح الفلسطيني، لذلك يتكدس هذه الشاحنات تتكدس بشكل كبير أمام المعبر، ولكن كلها محاولات لتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. وبرغم عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه الشاحنات، إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف كما ذكرتم، إما عن طريق استقبال الطائرات المختلفة الذين وصلوا بالفعل إلى 290 طائرة إلى مطار العريش الدولي، والذين محملين يعني بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية ومحطات تحلية المياه، وحتى المستشفيات الميدانية التي نصبت بالفعل في قطاع غزة مثل المستشفى الإماراتي، وكان هناك حديث عن مستشفيات أخرى سيتم نصبها بالفعل داخل قطاع غزة، تحركت بالفعل من الأراضي المصرية بجانب سيارات الإسعاف التي دخلت أيضا. شاحنات الوقود من أهم الشاحنات التي تدخل يعني إلى قطاع غزة نظرا للاحتياج الكبير لهذه الشاحنات، هناك دخلت 5 شاحنات بالفعل إلى الناحية الأخرى، 3 شاحنات من السولار محملة كل واحدة منهم ب 30,000 لترا، إذا يصل العدد إلى 90,000 لترا، وشاحنتين من الغاز ليتسلمهم بالفعل الهلال الأحمر الفلسطيني. وبرغم كل هذا، إلا أن المجهودات المصرية برغم يعني أنه كان هناك العديد من يعني الأشياء التي تحدث بالفعل على الأراضي المصرية مثل الانتخابات الرئاسية بالأمس وغيرها، إلا أن هذا لم يوقف على الإطلاق استعدادات خاصة بدخول الشاحنات وضغط دولي مصري لدخول هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى في قطاع غزة. سؤالي ليك أيضا كريم عن أبرز الدول التي أرسلت طائرات للمساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة من خلال مطار العريش. 29 دولة شاركوا في هذه الطائرات التي جاءت عبر مطار العريش الدولي. نتحدث ربما عن أبرز هذه يعني الدول، نتحدث عن الكويت، هي أول
من قام بجسر جوي متخصص لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مطار العريش الدولي، قاربوا على 40 طائرة حتى الآن من الكويت فقط، يليهم أيضا السعودية، يليهم الإمارات، ويليهم عدد كبير آخر من الدول. نتحدث أيضا عن العراق التي شاركت بعدد كبير من الطائرات، نتحدث عن الأردن من أهم المشاركين، ربما من أول المشاركين هي ودولة الكويت في إرسال المساعدات المختلفة عبر الطائرات، أيضا بالإضافة لذلك بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية التي شاركت بالفعل، ربما الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تدعم يعني الجانب الخاص بقوات الاحتلال، لم تشارك إلا بطائرة خاصة بهيئة المعونة الأمريكية، جاءت مرة واحدة فقط. أما بالنسبة للدول الأخرى فشاركوا بعدد كبير من الطائرات، وهناك أيضا من جاء بطيارات مخصصة لتحمل سيارات للإسعاف، ذلك كانت طائرات محملة بشكل كبير من المستلزمات الطبية. هناك أيضا تركيا التي شاركت بشكل كبير في هذه المساعدات، قطر أيضا كان لها دور في هذه الطائرات. نتحدث أيضا عن بعض الدول ربما الأفريقية من جنوب أفريقيا التي شاركت أيضا بطائرة من الطائرات التي وصلت، لذلك عدد كبير من الدول يشاركون ويتضامنون. ربما هذا ظهر هذا التضامن بالأمس في جمعية الأمم الاجتماع العام أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا القرار 153 دولة الذين وافقوا على وقف يعني إطلاق النار الخاص بقطاع غزة، ربما هذا يظهر مدى حجم التضامن الدولي مع الأشقاء في فلسطين. ولكن دائما ما نجد أن قوات الاحتلال يعني ترفض كل هذه الإجراءات وترفض كل هذه القرارات، حتى مجلس الأمن الذي صوت بالإجماع ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق الفيتو، يؤكد على حجم الدولي الكبير في دعم القضية الفلسطينية، والتصريحات أيضا الخاصة برئيس رؤساء وزراء أسبانيا وبلجيكا عن يعني احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى إذا لم تقوم أوروبا بشكل عام والاتحاد الأوروبي بالاعتراف بذلك، كل هذا يوضح مدى الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. كل هذه بالطبع يعني برعاية كبيرة لمصر وضغط دبلوماسي مصري قوي في جانبه بالطبع الإمارات وجانب الطبع قطر والإمارات والدول العربية. دعم مصري وموقف مصري ثابت، وذلك منذ اللحظة الأولى لهذا التصعيد الإسرائيلي الأخير على أشقائنا في فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس متحدثا إلينا من العريش، شكرا جزيلا لك.